السلام عليكم، هنا فيكم فلوق جديد. اتوقع الفلوق اليوم راح يكون اكثر عن السيارة من الفلوق اللي قبله، وان شاء الله اليوم راح اطقم الكفرات. خلاص ندقوا علي، قال الكفرات وصلت عندهم، واللي 3 سنوات ما بركب كفرات ما ركبت، فخلوكم معي الحين نبدا يلا. طبعا اخر مره استخدمت السياره الوقت اللي كنت استخدمها على طول في مارج، بعد تركتها تقريبا شهر واستخدمتها مره واحده في ابريل، واخر مره عبيت بنزين في مارج. بنزين الحين ما بروح. السيارة خلاص الحين بغير كفرات وبغير الزيت. المشكلة شنو؟ اني بنتظر في المارت ساعة ونص الى ساعتين، انا بغيرون كفرات في سير وبرجع مرة ثانية يصرفون جهة ثانية بغيرون الزيت. اتمشى هنا واشوف اشياء جديدة ممكن في المارت. السيارة رفعوها هناك غيرون كفرات، شوف كفرات جدد. ايه خلاص كفرات جدد الحين. شوف التنظاف. الحين نشوف شيك السيارة ترج ولا ما ترج. طبعا وقعوني برضو مرة ثانية على ذا اللي طايح المسمار. نشال الحمل ثقيل. محل قطع السيارات بغير البتري والريموت، بشتري يمكن ولاعة حق السيارة ناقصة. هذا غيرنا الريموت بس ما ادري حسي الى الان، يعني احسن من اول. شوف يضغط بس يبي يضغط بقوة، اتوقع الريموت نفسه اختار. لازم ندور لنا ريموت ثاني الحين. شوف الحين المفروض يفتح لنا الحين. طيب غيرنا الباتري واتضح ان الخلل مش في الباتري، الخلل نفسه في نفس الريموت، اتوقع انه طايح او شيء واخترب، ف يبي لي نشوف الحل. اتوقع ان عندي ريموت ثاني من الشقه، لان مره المرات انسرق مفتاح السياره، كانت سالفه قبل 4 سنوات تقريبا، كنا مسافرين، شخص دخل الشقه وسرق المفتاح الاصلي، فشريت تجاريين 2، واحد برمجته بدل انسرق والثاني موجود في الشقه، فاتوقع باخذه بفتحه باخذ البورد اللي داخل وبحطه في أصلي. ولازم لو سويت كذا لازم اروح برضو الشركه ابرمج المفتاح. يصير عندي سؤال بس انه ما اتوقع عندي خيار ثاني. نشوف متى نسوي ذا الشيء. اتوقع كذا راح انهي الفلوق او بنهي المقطع، لانه ما اعتبر انه كملت يوم كامل، فبخلي المقطع بس على السياره. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع، عمل لك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.